دكتور خليل، بالتأكيد سنتعرف معك على كل التطورات المتعلقة بالوضع، وضع الطواقم الطبية، وضع المصابين، وضع فيما يتعلق بالصحة، الأدوية وما إلى ذلك. ولكن قبل ذلك نبدأ من هذه التحذيرات والقلق من منظمة الصحة العالمية من انتشار فيروس شلل الأطفال في غزة وربما يمتد إلى خارجه. لو تحدثنا عن هذا الأمر، بالفعل هل رصدتم انتشار لشلل الأطفال؟ هل هناك تطعيمات كافية ضد هذا المرض؟ حقيقة جيش الاحتلال عندما يعلن بأن بعض المناطق آمنة في قطاع غزة يقوم بتوجيه السكان إلى مناطق يعني تكون بها الازدحام، أعداد النازحين بمئات الآلاف، وحقيقة لا يوجد مكان آمن بالمناسبة في قطاع غزة، ومع ذلك أعداد النازحين بمئات الآلاف يعيشون في خيم في ظروف سيئة وظروف صعبة جدا، حيث بين الخيام طفح كبير من المجاري وكذلك المياه العادمة نتيجة الصرف الصحي، بسبب أن جيش الاحتلال قام بتدمير البنية التحتية، والآن معظم المياه منتشرة بين السكان في الشوارع في الطرقات بين الخيام، ونتيجة هذا أيضا منع جيش الاحتلال بوصول كميات الوقود اللازمة إلى البلديات لتشغيل مياه الصرف الصحي وإجلاء المياه في أماكن بعيدة. نتيجة هذا التلوث ووجود مياه الصرف الصحي بشكل كبير وطفح المجاري بين السكان، انتشرت الأمراض بمختلف أنواعها، وكان آخر هذه الأمراض حيث وزارة الصحة قامت بعملية تحليل ولمياه الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونيسف، وتبين وجود فيروس مسبب لشلل الأطفال. هذا الفيروس إذا ما استمر وجوده في قطاع غزة سيؤدي إلى كارثة صحية وكارثة بيئية كبيرة، حيث هذا الفيروس يشكل إذا لم يتم الحد من انتشار هذا المرض سينتشر هذا المرض أيضا إلى المناطق المجاورة. مدى انتشاره حتى الآن دكتور خليل؟ لذلك نحن نؤكد ونناشد، حتى هذه اللحظة يعني اكتشف الفيروس في مياه الصرف الصحي، ربما هناك عدد كبير من المرضى أصيب، ولكن بسبب النزوح المتكرر وعدم مقدرة وصول السكان والنازحين إلى أماكن مراكز الصحية يبدو أن بعض السكان مصابين، ولكن منهم لم تظهر عليه الأعراض، وهذا أيضا منهم من أصيب ولم يصل لحتى هذه اللحظة يعني للمستشفيات، ولكن هذا الفيروس موجود، ولذلك إذا تبين وجود يعني هناك بعض الحالات وانتشرت هذا سيكون يعني المرض سينتشر بسرعة كبيرة جدا، ولذلك نحن نناشد المجتمع يعني الدولي والمنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية للتدخل بشكل فوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية وإرسال أيضا التطعيمات لكي نقوم بتقديم هذا التطعيم إلى السكان قبل انتشار هذا المرض بين المواطنين في قطاع غزة. طيب يعني ونحن نتحدث معك دكتور خليل نعرض كل هذه الصور من داخل قطاع غزة، وكما ذكرت مياه الصرف الصحي والمجاري نراها في الصور وأماكن النازحين في قطاع غزة. طيب أنت تحدثت عن أيضا فيروسات أخرى وأمراض أخرى، ما هي الأمراض الأخرى أيضا التي انتشرت جراء هكذا أوضاع؟ حقيقة في ظل التلوث وظل الظروف البيئية التي يعيش بها سكان قطاع غزة،
انتشرت أمراض كثيرة مثل أمراض التهاب الكبد الوبائي من نوع ألف، وكذلك انتشرت الأمراض الجلدية وأمراض الجهاز التنفسي والنزلات المعوية، وخاصة عند الأطفال، حيث المستشفيات الآن ممتلئة عن بكرة أبيها خاصة في أقسام الأطفال، وهناك ازدحام كبير وتكدس كبير بمثل هذه الحالات، حيث نقوم بوضع 3 و4 حالات على السرير واحد للأطفال، ولذلك هذا بسبب يعني حجم والأعداد التي تصل بشكل كبير إلى مستشفيات قطاع غزة في ظروف صعبة جدا، عدم وجود أدوية ومستلزمات طبية لتقديم الخدمة الصحية لمثل هؤلاء المصابين في داخل مستشفيات قطاع غزة. طيب، يعني أبرز ما تحتاجه مستشفى الشهداء، وبالطبع يعني هناك العديد من المستشفيات التي خرجت من الخدمة في الشهور الماضية جراء القصف الإسرائيلي، اليوم أبرز ما يحتاجه القطاع الصحي في قطاع غزة طبقا لنوع الإصابات والأمراض الموجودة هناك؟ حقيقة في قطاع غزة يعني معظم الأدوية الآن على هاوية النفاذ في قطاع غزة، لأن هناك جيش الاحتلال أقدم على إغلاق معبر رفح منذ أكثر من 75 يوم، ومنع وصول المساعدات من الأدوية والمستلزمات الطبية، وهناك نقص كبير في أدوية التخدير، وأيضا نقص كبير في المضادات الحيوية والمسكنات، وكذلك أدوية الأمراض المزمنة، وكثير من وأيضا أدوية مرضى السرطان. كذلك هناك نقص كبير في المستلزمات الطبية، حتى في أبسط المستلزمات الطبية من الشاش والبلاستر، هذا الذي يلزم يعني في بداية الإسعافات الأولية، حيث نقوم بتضميد جراح المصابين، ولكن لا يوجد لدينا شاش كافي وبلاستر، وحتى بعض يعني المحاليل البسيطة. نحن نعيش في قطاع غزة في ظروف صعبة جدا، وأيضا مع نقص الوقود أيضا كبير في ما يخص غرف العمليات من نعم أيضا نقص في كميات الوقود، حيث جيش الاحتلال يقوم يعني توريد الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة بسياسة التنقيط، وكذلك هناك أزمة في بعض المولدات في معظم مستشفيات قطاع غزة، حيث لا يوجد قطع غيار لصيانة هذه المولدات، وإذا لا سمح الله تعطلت هذه المولدات ستكون هناك كارثة صحية في داخل مستشفيات قطاع غزة. يعني معظم المرضى الموجودين في داخل المستشفى سيفارقوا الحياة، وخاصة في غرف العناية المكثفة وغرف العمليات، وكذلك ما يخص مرضى الفشل الكلوي وأقسام الحضانة وأقسام الاستقبال. ولذلك يعني نحن نؤكد المناشدة للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمة العربية والإسلامية للتدخل بشكل فوري للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإرسال الأدوية المستلزمات الطبية إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان، وأيضا نؤكد على إرسال كذلك طواقم طبية لفتح مستشفيات ميدانية في قطاع غزة، لأن معظم مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة الصحية. طيب، يعني كطبيب دكتور خليل، لا أعرف إذا كنت ما زلت معنا بشكل فوري. نعم، يعني بالتأكيد المنظمات الأممية والإغاثية والإنسانية بالتأكيد تحذر كثيرا وتطالب وتناشد بمسألة إدخال المساعدات، وخصوصا ما يتعلق بالمساعدات الطبية إلى قطاع غزة، ولكن هل لفتك فكرة هذا التحذير الكبير من المنظمة اليوم، منظمة الصحة العالمية، فيما يتعلق بشلل الأطفال والخوف من أن يمتد الفيروس خارج قطاع غزة؟ حقيقة حتى هذه اللحظة لم يتم إرسال أي نوع من الأدوية أو المستلزمات الطبية وإلى قطاع غزة بسبب الحصار الشديد على قطاع غزة وإغلاق المعابر، ولذلك نحن نؤكد
على الضغط على الاحتلال لإرسال الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك إرسال التطعيمات إلى قطاع غزة بشكل كافي للحد من انتشار من هذا المرض، لأن هذا المرض سيؤدي يعني إلى خطورة كبيرة، يعني سيؤدي بحياة أعداد كبيرة بالآلاف في قطاع غزة إذا لا سمح الله امتد هذا المرض بين المواطنين وانتشر، وأيضا سيؤدي إلى كارثة بيئية وكارثة يعني على جميع الدول المجاورة في قطاع غزة لخطورة هذا الفيروس وخطورة هذا المرض. طيب، يعني قبل ما حدث من تحركات إسرائيلية باتجاه معبر رفح، دكتور خليل، يعني كان هناك مصابون يخرجون في حالات خطرة يعالجون في الخارج. اليوم هناك مفاوضات وقف إطلاق النار. أنتم كقطاع طبي وصحي كيف تستعدون في حال تم وقف إطلاق النار؟ هل لديكم خطة، ما تحتاجونه، ما يحتاجه المرضى داخل القطاع قطاع غزة؟ حقيقة جيش الاحتلال بعد أن أقدم على إغلاق معبر رفح منذ أكثر من 75 يوم حرم ومنع أكثر من 30 ألف مريض ومصاب من قطاع غزة للعلاج في الخارج، وهذا العدد كبير موجود في قطاع غزة، وللأسف أكثر من 300 مصاب، يعني 30 ألف يحتاجون الخروج برا قطاع غزة حالتهم، وخاصة نعم منهم 300 فارقوا الحياة، والآن من بين هؤلاء المصابين والمرضى منهم 10,000 مريض بالسرطان، وكذلك 1,200 طفل أيضا مرضى بالسرطان، وباقي الحالات من الحالات من الإصابات جراء القصف من قبل جيش الاحتلال، وهم بحاجة للعلاج بالخارج، وهذا أيضا يعني الأمر بحاجة ماسة جدا للضغط على الاحتلال لفتح المعابر وتحويل لمثل هذه الحالات، لأن الوضع مأساوي جدا في قطاع غزة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وأيضا هؤلاء بحاجة لعلاج بالخارج لأن إمكانيات المستشفيات في قطاع غزة لا تستطيع أن تقدم الخدمة لهؤلاء المصابين بسبب خطورة الإصابات، وأن جيش الاحتلال في الأيام الأخيرة أقدم على استخدام بعض الأسلحة المحرمة دوليا، وحيث أن أعداد المصابين التي تصل إلى مستشفيات قطاع غزة، وخاصة يوم أمس قام بمجزرة كبيرة في محافظة خان يونس راح ضحيتها 73 شهيد وأكثر من 270 إصابة، معظم الإصابات التي وصلت عبارة عن حروق من الدرجة. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الدكتور خليل، ونشكره بالتأكيد على وجوده معنا على شاشة الحدث لإطلاعنا على كل هذا الوضع، وضع القطاع الصحي المتدهور بشكل كبير في قطاع غزة. من دير البلح الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى الدكتور خليل الدقران، شكرا جزيلا لك.